أحيانا يستيقظ الإنسان من نومه أثناء الليل، فإما أن يرجع فينام أو يقوم يصلي. هذه اللحظة التي نستيقظ فيها من نومنا ليلا فنرجع فننام نضيعها، ولو علمنا ما فيها من الفضل إذا ذكرنا الله لما تركناه. اسمعوا لهذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: من تعرى من الليل، قام من نومه ليلا أراد أن يرجع فينام لكنه ذكر الله فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن دعا بعد هذا استجيب له. لو قلت رب اغفر لي غفر الله لك، ولو دعوت بأي خير أعطاك الله إياه. هذا ذكر يغفل عنه أكثر الناس. فإن قمت وصليت في ليلك قبل الله منك الصلاة لو ذكرت هذا الذكر.